محاولة تحولي تم ضبط محل تجهيزات غذائية يقوم بتجهيز المواد الغذائية لظروف غير صحية عبارة عن دجاج مجمد. تم إزالة الأكياس ووضع الدجاج في مغسلة وفي سطل ويتم تسييحه. وجود صراصير بكثرة حية على الدجاج الذي يتم تسييحه. كذلك تم ضبط مواد يوجد بها عفن ظاهر يبين واضح. لاحظ ضبط مواد غذائية مغشوشة عبارة عن لحوم. عدم وجود بطاقة البيانات الغذائية. كذلك تم ضبط نغانق ماركة سادية تاريخ الانتهاء 20/1/2020. علما بأن المحل غير ملتزم قواعد واشتراطات النظافة العامة.